عن ظهري. لماذا؟ لأن فيه عمود فقري وبداخله عضو حساس. وما هو العضو الحساس؟ النخاع الشوكي. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى مخبر العلوم. لدينا درس تشريح ممتع، ما رأيك أن تذهب معي؟ موافق. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتابع دروسنا العلوم وعظمة الخالق في أجهزة الإنسان بعد أن تعرفنا إلى أقسام الجهاز العصبي وهي الدماغ، النخاع الشوكي، الأعصاب. أحسنت، سنكمل مع النخاع الشوكي لهذا اليوم. النخاع الشوكي. معلمتي. نعم. ما هو النخاع الشوكي؟ أين يستمر؟ لديه وظائف؟ أبطالي، النخاع الشوكي هو حبل أبيض، لاحظوا طويل يسكن قناب العمود الفقري، يقع من أسفل الدماغ إلى أسفل الظهر. للنخاع الشوكي عدة وظائف، أولها ينقل الأوامر التي تصدر من المخ ويذهب بها إلى جميع أنحاء الجسم. أيضا وظيفة أخرى، ينقل التنبيهات من الجلد إلى المخ، وهو مركز عصبي للحركات الإنعكاسية. تفضل يا هيثم. ما هي الحركات الإنعكاسية؟ أحسنت السؤال يا هيثم. الحركات الإنعكاسية، ضع يدك على الإبريق الساخن لفترة طويلة يا يوسف. لاحظتم؟ سحب يده بسرعة. إذن الحركات الإنعكاسية هي حركات تحدث دون إرادة الإنسان. بعد أن تعرفنا على النخاع الشوكي أبطالي، يجب علينا المحافظة على سلامة النخاع الشوكي. كيف نحافظ على صحة وسلامة هذا الجهاز؟ تفضل يا عامر. كيف نحافظ؟ ممارسة الرياضة بانتظام. أحسنت، عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام. أيضا تفضل أيمن. الأكل الصحي والحفاظ على الوزن المثالي. أحسنت، رائع. أيضا عمر. النوم فترة كافية في اليوم. رائع يا أبطال، بارك الله بكم جميعا. كان ما هو النخاع الشوكي يا أحمد؟ هو حبل أبيض اللون. أين يسكن؟ داخل العمود الفقري. من أين يمتد؟ يمتد من أسفل الدماغ إلى أسفل الظهر. أحسنت. ما هي وظائف النخاع الشوكي؟ ينقل الأوامر التي تصدر عن المخ إلى أين؟ أنحاء الجسم. أيضا ينقل التنبيهات الحسية من الجلد إلى المخ، وهو مركز عصبي للحركات الإنعكاسية. أحسن.